عن الإسلاموفوبيا. حدة الإسلاموفوبيا تتصاعد في فرنسا وتفرض قواعدها على عالم الرياضة، فارتداء الحجاب قد يحرم لاعبة محترفة من اللعب، وإطالة اللحية قد تثير الشكوك بشأن لاعب كرة قدم. هذا ما حصل حقا مع اللاعب حسام عوار بعد تخوف إدارة نادي أولمبيك ليون من تطرف مزعوم، والسبب هو إطالة لحيته لأداء مناسك العمرة وفقا للصحفي الاستقصائي رومان مولينا. اللاعب السابق فاتي دودوجاك لم يتفاجأ من الأمر، وقال إنه تعرض لنفس الموقف عندما لعب في فريق أولمبيك مارسيليا. يبدو أن الناشط إلياس ديزمالين فقد الأمل، إذ تمنى أن يجد عوار فرصة للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، لأن فرنسا برأيه بلد غارق في الإسلاموفوبيا. مشاهدينا، فرنسا لا تتساهل مع أي مظاهر أو رموز دينية، وعلى غرار كرة القدم كانت كرة السلة، فقد منعت اللاعبة سليمة سيلا من منافسة رسمية بسبب الحجاب. ومرد ذلك قانون أقره البرلمان الفرنسي العام الماضي، ويحظر بموجبه ارتداء الألبسة ذات الدلالات الدينية في المنافسات الرياضية. صحيفة لوبرزيان كشفت قصة اللاعبة بعد أسابيع من وقوع الحادثة، وأوضحت أن حكم المباراة أصر على بقاء سيلا على دكة البدلاء رغم احترافها لمدة 13 سنة. استبعاد اللاعبة قوبل بردود فعل مستنكرة. الصحفية سهام أسباغ اعتبرت أن القرار سيحرم اللاعبات المحجبات من المنافسة، وقالت إذا استنكرت أنت هذه الممارسات وأدنت الإسلاموفوبيا فأنت مجرم ومستهدف. وإن تحدث صحفي عن الأمر في الإعلام سيكون عرضة للمهاجمة حسب تعبيرها. أما النائب عن حركة فرنسا الأبية باستيان لاشود فقد أعلن دعمه لسليمة، وتساءل ما الذي يمكنه أن يصدق أنهم يعملون من أجل التحرر عن طريق التمييز والعنصرية ضد شابة تمارس رياضتها المفضلة مثل أي شخص آخر. نختم بتغريدة عز الدين طيبي الذي اعتبر أنه لا يجب أن يكون هناك مكان للإقصاء في الرياضة، واعتبر أنه من العار تلويث قيم التكافل والاندماج الاجتماعي بمثل هذه القوانين.